من الأمور التي يعني يغفل عنها الناس أيضا هو قضية السواك. ينبغي أن يحرص الإنسان على السواك، وهذه في الحقيقة سنة مهجورة، قليل من الناس. بعض الناس كيقول لك بأن هذه خاصة ديال السنيين ولا ديال المتدينين. آه، قضية غسل الأسنان ويعني الاستياك هذه مسألة مشروعة وثبتت فيها أحاديث، يعني العلماء كيقول لك أكثر من 100 حديث وردت في السواك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أكثرت عليكم في السواك، لقد أمرت بالسواك حتى خشيت على أسناني، ولولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية عند كل وضوء. ولذلك العلماء كيتكلموا على قضية السواك أثناء الصوم. واش حتى في الصوم نديروا السواك؟ نعم، ولا فرق بين أول النهار وآخر النهار خلافا لمن منع من الاستياك في آخر النهار. إذا الإنسان استعمل السواك يعني في كل وضوء في كل صلاة حتى يبقى يعني فمه نظيفا، وحتى لا تنبعث منه تلك الرائحة التي قد تؤذي من بجانبه. يعني هذه الرائحة ديال تغير الفم للبعد عن الطعام والشراب كتكون واحد الرائحة. طبعا من ناحية الشرعية هي أطيب عند الله عز وجل من ريح المسك، لكن بالنسبة للآدميين فإنهم يتأذون بذلك الريح، ولذلك شرع لنا الاستياك.